ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. كتير من الناس يلي طلعوا برات سوريا تفاجأوا بقانون الضريبة، وفي ناس ما عرفوا يتعاملوا معه، وفي ناس كمان تهربوا من دفع الضرائب لأنهم بيشوفوا إنه ما لهم مجبورين يدفعوها. طيب خلينا اليوم نفهم كل التفاصيل يلي بتتعلق بالضريبة لنشوف إذا كنا مضطرين ندفعها ولا لا. أول شيء، شو هي الضريبة؟ الضريبة هي مبلغ نقدي إجباري بتقرره الدولة على المواطن وبيدفعه بدون مقابل. طيب على أي أساس هذا التعريف؟ شو هي خصائص هاي الضريبة؟ أول شيء مثل ما قلنا إنه الضريبة بتندفع بدون مقابل، يعني المواطن بيدفعها للحكومة وما بياخد مقابلها شيء بشكل فردي أو شخصي، والضريبة بتندفع نقداً وبترجع للحكومة اللي بتجمعها من المواطنين من خلال هيئة رسمية، والضريبة إلزامية ما بتحتاج موافقة الأشخاص يلي بتنفرض عليهم وما إلهم حق يعترضوا على دفعها، وكل مين بيتهرب منها بيتعرض للعقاب، وهي كمان نهائية يعني ما لها مستردة ولا بيقدر يلي دفعها يرجع يطالب فيها. هلأ أكيد عم تتساءلوا إنه كيف بتندفع الضريبة وشو هي أنواعها؟ بعبارة تانية، على شو بدنا ندفع الضريبة؟ طيب رح أحكي لكم عن أهم أنواع الضرائب. أول شيء هي ضريبة الأراضي، بيدفعها كل مين بيملك أرض وبتنحسب على أساس قيمة الأرض مو على أساس المباني الموجودة عليها. وضريبة الأرباح بتنفرض على الأرباح يلي بتطالعها الشركات. وضريبة الرؤوس هي الضريبة يلي بتنفرض على كل المواطنين بالتساوي. أما ضريبة التركات فهي بتندفع عن الورثة. والضريبة الجمركية بتنفرض على السلع المستوردة والمصدرة. أما ضريبة الدخل فبتنفرض على دخل الفرد ورأس المال المستثمر. ضريبة العائد على رأس المال بتكون على الأرباح يلي بتجي من بيع الممتلكات. ضريبة المبيعات بتنفرض على السلع والبضائع أو الخدمات يلي بتنباع وبتنحسب بنسبة مئوية معينة من سعر البيع. هي هي أهم أنواع الضرائب، في أكيد أنواع تانية بس حكيت لكم أنا أهم شي فيهم. هلأ منجي للسؤال المهم، ليش بدي أدفع الضريبة؟ وليش الدولة بدها تاخد مني جزء من مصاريي؟ السبب الرئيسي للضرائب هو توفير المال والإيراد اللي بتستخدمه الدولة لدفع النفقات، يعني وقت الضرائب بتغطي نفقات الدولة بيتحقق مبدأ الإنتاجية. أما إذا فشل النظام الضريبي بتغطية نفقات الدولة فالدولة رح تلجأ للقروض والديون لتغطية نفقاتها، وهذه اللي بتسمى العجز. طيب أنا كمواطن شو بستفيد؟ صحيح نحن قلنا أنه الضريبة بتندفع بدون مقابل فردي أو شخصي، بس في مقابل بخص المصلحة العامة، لأنه المفروض الدولة تمول بالضرائب اللي عم تجمعها المشاريع التنموية والحضارية بالبلد يلي بتقدم الخدمات وبتشغل الإيد العاملة وبترتقي بالبلد، وكمان بتشغل الدولة بمؤسساتها وشركاتها، وهذا بدوره بحسن اقتصاد الدولة يلي بينعكس بدوره على المواطن من حيث الخدمات ومعدل الرواتب بالبلد. وغير هيك بترتبط أهمية الضرائب بشكل كبير مع تنمية المجتمعات، لأنها بتهدف لتوزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، فما بيعود فيه بالمجتمع طبقية وناس ميتة من الجوع. بعد كل هذا الحكي بنفهم أنه الضريبة مفروضة على المواطن للحكومة اللي المفروض توظف هالضرائب لخدمة البلد، يعني أنا وقت بدفع الضرائب المفروض أني ما رح لاقي أرصفة البلد مكسرة أو إشارات المرور خربانة أو الشوارع ممرتبة أو نسبة البطالة والفقر عالية. والشي الأخير يلي بدي أقوله أنه كل مواطنين العالم بيكرهوا دفع الضريبة، بس لازم نفهم أنه هي شيء أساسي ومهم لاستقرار اقتصاد الدولة. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.